رصاصة واحدة أطلقت معها شرارة كل الكوارث التي يشهدها العالم حاليا، حروبا ونزاعات بدأت من الحرب العالمية الأولى ولكنها لم تنتهي بعد، لأن العالم الآن يستعد لحرب عالمية ثالثة قائمة على النازية والفاشية التي تأخذها الدول العظمى كمبدأ تسير على خطاه. كل شيء بدأ مع الحرب العالمية الأولى أو الحرب العظمى التي أعادت معها رسم خارطة العالم السياسية من جديد. اشتعلت شرارتها بعد أن تم اغتيال ولي عهد النمسا عام 1914 من قبل طالب جماعي من صربيا. وعلى الرغم من أن هذا ليس الدافع الحقيقي وراء هذه الحرب، إلا أنه كان كفيلا لنشوب الحرب التي من أهم أسبابها توتر العلاقات الدولية في مطلع القرن العشرين بسبب توالي الأزمات. كل هذه الصراعات كانت تحتاج لسبب لكي تشتعل الحرب بينهم جميعا، لذلك بدأت مع النمسا التي أعلنت الحرب على صربيا وفشلت معها كل المساعي لحل الخلاف. ولكن في الكواليس كان شيء آخر يتم تجهيزه، وهي مجموعة من التحالفات الأوروبية انقسمت إلى مجموعتين. الأولى سميت بقوات التحالف وضمت فرنسا وبريطانيا وصربيا والجبل الأسود وبلجيكا والصين، والثانية دول الوسط النمسا وهنغاريا أي المجر وألمانيا واليابان. كان موقف الدولة العثمانية الحياد أولاً، لكنها اضطرت للوقوف بجانب دول الوسط دفاعا عن حدودها المهددة من نفوذ بعض الدول من دول الحلفاء. هذه الحرب الدامية مات فيها أكثر من 23 مليون إنسان وأسر 6 ملايين سجين ووضع 20 مليون مدني تحت الاحتلال عام 1915، ولجوء أكثر من 10 ملايين في جميع أنحاء أوروبا، ورملت الحرب 3 ملايين امرأة ويتمت 6 ملايين طفل. وعلى خلفية الخسائر الاقتصادية المهولة بسبب نفقات الحرب الباهظة والتي على إثرها ازدادت مديونية الدول الأوروبية وتراجعت هيمنتها الاقتصادية لصالح الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وتغيرت خريطة أوروبا بعد الحرب، فتفككت الأنظمة الإمبراطورية القديمة وسقطت الأسر الحاكمة، كما تغيرت الحدود الترابية للقارة الأوروبية بظهور دول جديدة، أو ربما زعيم جديد أطلق شرارة الحرب الأوسع في تاريخ البشرية، الحرب العالمية الثانية التي انطلقت شرارتها في مارس عام 1938 عندما قرر هتلر غزو النمسا، وقامت اليابان بالهجوم على أسطولها في المحيط الهادئ. هذه الحرب كانت بمثابة الابنة الشرعية للحرب العالمية الأولى، خاصة بعدما تم إجبار ألمانيا على التوقيع على بنود عقابية خسرت بموجبها 12% من مساحتها و12% من سكانها وحوالي 15% من إنتاجها الزراعي و10% من صناعتها و74% من إنتاجها من خام الحديد، بالإضافة إلى إلزامها بدفع تعويضات كبيرة للحلفاء، وحدت من قدراتها وإمكاناتها العسكرية بنصها على أن لا يزيد الجيش الألماني على 100,000 جندي. لذلك شعر الألمان بالإهانة والضغينة بعد نهاية الحرب، وهذا الغضب تم استغلاله من قبل هتلر لتأسيس حزب العمال الألماني النازي الذي ظهر لأول مرة عام 1933. وقامت النازية على فكرتين رئيسيتين هما تصنيف المجموعة البشرية وترتيبها وفق تقسيم عرقي، وصنفت النازية المجموعات العرقية ووضعت العرق الآري الجرماني في قمة الهرم متبوعا بالأعراق القريبة منه في النسب مثل البريطانيين وشعوب الفايكنج القاطنة بأوروبا الشمالية، ووضعت الغجر واليهود والروس في أسفل السلم. وآمنت النازية بإمكانية تحسين الجنس البشري بالقضاء على المعوقين وأصحاب التشوهات والأجناس الدنيا في التصنيف العرقي الذي وضعته. وعلى هذا الأساس أمسك هتلر زمام الحكم في ألمانيا وأعلن الحرب على النمسا، وانطلقت شرارة الحرب العالمية الثانية رسميا
بقيادة دول المحور ألمانيا واليابان وإيطاليا ضد دول الحلفاء أمريكا وبريطانيا وفرنسا. هذه الحرب استمرت حتى 15 عاما، راح ضحاياها أكثر من 60 مليون إنسان، واستنزفت فيها الدول الأموال والأسلحة وما ألحقه من أضرار فادحة في كل ما هو موجود على سطح الأرض حاليا. هذه الأضرار تتمثل في انتشار فكرة النازية والفاشية، والتي تأثرت بها بعض الحركات والأحزاب السياسية في الدول المختلفة. وحينما تصبح الدول تحت تأثير الفاشية، يمكن أن تتغير سياساتها الخارجية وتبدأ في التصرف بشكل أكثر عدوانية، كونها تشجع على الصراع والتوسع العسكري، والذي على أساسه بدأت القوى الكبرى إعادة تقييم علاقاتها وتكتيكاتها الدولية، وهو ما نشهده على الساحة الدولية حاليا من عدة حروب قائمة بين الدول يمكن أن تخلف بسببها حربا عالمية ثالثة لا يحمد عقباها.